السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه ديالي سلمى شانيل. اللي باقي ما اشتركش ما يترددش ويشارك ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد ديال القناه الى عجبو المحتوى. اكيد اليوم بغيت نشارك معكم حفله راس السنه، الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله. واول حاجه غنديرها غندير الكيكه في المول الطويل، راه ديجا شاركتها معكم في القناه، غنخليها لكم في صندوق الوصف، دخلوا عندها تشوفوها. وغندير كاب كيك، ندير شي حويجات، خليكم مع الفيديو باش تشوفوا كيفاش نظمت الطبله ديالي.
كما كتشوفوا يا البنات شارك سمعكم الحفلة ديال رأس السنة، الله يدخلها عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. إن شاء الله تكون سنة مليئة بالأفراح والنجاحات اللي كيطمح لشي حاجة إن شاء الله ربي يحققها له. وكما كتشوفوا راه عندي هنا لي كريب مالحين كنت ديجا شاركتها معكم في القناة، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. والكيكة كذلك كنت شاركتها معكم حتى هي غنخليها لكم في صندوق الوصف. وعندي هنا البريوات بالكفتة كما كتشوفوا، شي نهار غندير لكم فيديو عليهم. والكب كيك زوقتو هكا بلا كريم فريش كما كتشوفوا. وخلاص الشميعات وداك الاجواء العائليه، الواحد كيبغي يحتفل يتجمع مع العائله، هذا هو المهم في هاد الحفلات هادو. والهدف ديالنا من هاد الحفله هو التجمع مع العائله وصله الرحم، والواحد يفوز شويه مع العائله ديالو ويضحك وينشط، هذا هو الاهم في هاد الشيء كامل. ونتمنى 2020 تدخل عليكم بالصحه والسلامه ونبداوها بكلنا تفاؤل وطاقه ايجابيه، ان شاء الله ما ييسر الامور ويحقق لكم كاع داكشي اللي كتمنوا. دابا يا البنات وصلنا لنهاية ديال الفيديو، كنتمنى هاد الحفلة البسيطة اللي شاركت معكم تنال الإعجاب ديالكم، وسنة سعيدة على الجميع، تدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو، وخليتكم في حفظ الله ورعايته.